في صباح اليوم الثالث للزيارة وصل الرئيس جمال عبد الناصر وبرفقته السيدة عقيلته إلى مطار تاتوي الحربي لحضور العرض العسكري والعرض الجوي. وقد تصدر السيد الرئيس والسيدة عقيلته وجلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد وأميرات البيت الملك اليوناني المنصة الرئيسية، حيث بدأ العرض العسكري الكبير الذي اشتركت فيه القوات الراكبة والمدفعية الخفيفة والمدافع المضادة للطائرات، الدبابات والعربات المصفحة، المدفعية الثقيلة وسلاح المهندسين، ومرت موسيقات الجيش فتقدموا طابورا من المشاة. طابور من السلاح البحري، طابور من سلاح الطيران، وجاء بعد ذلك العرض الجوي الذي اشتركت فيه أسراب الطائرات فقدمت تشكيلات جميلة، وقامت 120 طائفاثة بعرض جوي رائع مكونة 10 تشكيلات. كما قامت الطائرات بعرض بهلواني جميل. وبعد الظهر زار الرئيس جمال عبد الناصر الترسانة البحرية في غرب أثينا. وقد استقبل عمال هذه الترسانة الضخمة الرئيس جمال عبد الناصر عند وصوله بالهتاف والتصفيق. وكانوا يهتفون بالعربية بحياة الرئيس جمال عبد الناصر بطل السلام. وقد استقبل مدير الترسانة البحرية السيد الرئيس وطاف معه بأقسامها المختلفة بين ترحيب العمال القلبي. وقد شاهد السيد الرئيس طريقة بناء السفن والأحواض التي ترسو فيها. وكان مدير الترسانة يشرح لسيادته مراحل سير العمل. وطلب العمال اليونانيون التقاط صور تذكارية للرئيس فلبى دعوتهم. وغادر الرئيس المكان مودعا بالتحية والتصفيق. وفي قصر الضيافة عقد الرئيس جمال عبد الناصر مؤتمرا صحفيا شهده السادة علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية ونور الدين كحالة رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الشمالي ورجال الصحف اليونانية ووكالات الأنباء العالمية. وتحدث الرئيس إلى رجال الصحافة فأشاد بموقف اليونان المجيد أثناء العدوان على مصر، وأشاد بموقف المرشدين اليونانيين في أزمة القنال. كما أوضح سياسة الجمهورية العربية الداخلية وموقفها من الأحداث العالمية ودفاعها المصمم لقضايا الحرية والاستقلال لكل الشعوب في مختلف أرجاء العالم. وأجاب الرئيس بصراحة تامة على الأسئلة التي وجهها إليه رجال الصحافة، موضحا للصحفيين اليونانيين والعالميين الذين شهدوا هذا المؤتمر الحقائق التي حاولت الدعايات المغرضة طمسها وتشويهها. وفي المساء أقام الرئيس جمال عبد الناصر مأدوبة عشاء بدار سفارة الجمهورية العربية المتحدة تكريما لجلالة الملك بول ملك اليونان وجلالة الملكة، وذلك بمناسبة انتهاء زيارته الرسمية لليونان.
وتصدر جلالة الملك وجلالة الملكة والرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته القاعة، حيث مر كبار المدعوين من الوزراء وعقيلتهم وكبار الشخصيات، فقدموا تحياتهم لجلالة الملك وللرئيس جمال عبد الناصر. وقد دعي إلى هذا الحفل ولي عهد اليونان وأميرات البيت المالك اليوناني وكبار الشخصيات. وبهذا الحفل انتهت زيارة الرئيس الرسمية لليونان. وفي صباح 10 يونيو وصل الرئيس والسيدة عقيلته إلى منطقة دلفي، وهي تقع على ارتفاع 2000 قدم فوق سطح البحر. وقد مر موكب الرئيس تحت قوس كبير، بينما راحت الحشود تهلل وتصفق مرحبة بضيفها العربي الكبير، وتشرف دلفي على مساحة كبيرة تمتد إلى عدة أميال تغطيها أشجار الزيتون الخضراء. وتعتبر دلفي من أجل هذا ومن أجل آثارها التي يشي ما بقي منها بما كان لها من عظمة، تعتبر من أهم المناطق العالمية الجديرة بالزيارة والدراسة. وكانت دلفي في قديم العصور مركزا للاتحاد الفيدرالي للمدن المحيطة بها، وقد أقسمت مدن الاتحاد على المحافظة على السلام، وكونت جيشا موحدا للمحافظة على هذا القسم. وقد زار الرئيس والسيدة عقيلته هذه المنطقة المشهورة بجمال مناظرها الطبيعية الخلابة، وشاهد آثارها الخالدة الباقية على مر الأيام تعلن عراقة اليونان ودورها الكبير الذي قامت به لتثبيت معالم الحضارة الإنسانية. احتفل بتوديع الرئيس جمال عبد الناصر احتفالا رسميا في ميناء أتيا، وأناب جلالة الملك بول كبير الأمناء في القصر اليوناني لتوديع الرئيس والسيدة عقيلته، وعزفت الموسيقى السلامين العربي واليوناني. وأدى التحية حرس شرف، كما كان في وداع سيارة الرئيس رئيس الوزراء اليوناني وكبار الشخصيات. واستقل السيد الرئيس ومرافقوه اللانشات إلى الباخرة الحرية.